يقول: ما حكم أكل طعام أو لبس ملبس أتاني من أناس يقومون بإرساله لي وقد يكون مالهم حرام أو فيه شبهة، يعني هو غير متأكد، فيقول: هل أقبل مثل هذه العطيات من الناس؟ فيما إذا أهدي إلى الإنسان مال من كسب حرام لا يخلو أمر من حالين: الحالة الأولى أن يكون كسب حرام ناتج عن ربا أو ميسر أو ما أشبه ذلك، فهذا إثمه على الكاسب، والآخذ لا حرج عليه. وقد سئل ابن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن جار، رجل سأل ابن مسعود عن رجل له جار يهديه، فسأل عبد الله بن مسعود عن قبول هديته، قال: لك ما غنمه وعليه ما غرمه، يعني خذه وغرم هذا المال الكسب الحرام على صاحبه، وأما أنت فقد وصلك من طريق مباح. هذا إذا كان المال ليس محرما لذاته أو لكونه مستحقا للغير، أما إذا كان مستحق للغير كمال مسروق، شخص سرق من آخر قلم وجاء أهدى إليك، لا، وأنت تعرف أنه هذا مسروق، سواء كنت تعرف أنه مسروق من فلان أو ما تعرف صاحبه، لا يجوز لك أخذه لأنه مستحق لغير من بذله.